مولد الثور العنوان العريض لهالاسبوع، تحديات ما بتناسبك ابدا، شمس اب يلي بتحمل معها معاكسات فلكيه لكنها منا سلبيه اذا تصرفت بوعي بعيدا عن التحديات والتوتر، لكن ما بيخلى الامر من خيبات او حساسيات مفاجئه غير متوقعه وبتخليك تشعر بالانزعاج او لانه الاجواء الفلكيه منا معاكسه كلها. كوكب الزهره من العذراء بيعطيك دعم وبيأمن لك اجواء حلوه، بيساعدك وبيخليك تكون من الاوائل، بيخليك حاصر كل الخيبات والعرائيل بروح رياضية. حاول انك ما تنطوي على حالك وتتحرر من الافكار والاعتبارات القديمة. كمان كوكب المشتري من البيت الثاني من الجوزاء بيعيد لك الامان ماليا وماديا ومهنيا، وبيتحدث عن استثمارات مالية وعقارية وارباح مالية ومعنوية. هذا الامر بيرضي غرورك. البداية مع وجود القمر ببرج الميزان نهار السبت بيحمل لك معه اشغال كثيرة، حضر حالك يوم منه سهل لكنه منه صعب. كمان عليك الحذر من الفترة القادمة يعني بين الاحد والثلاثة مع قمر ببرج العقرب يلي بيشكل مربع فلكي مع برج خصمك يلي هو الاسد، وهيدا الامر بيزيد الضغوطات وبيقوى عليك منافسك وبيزيد المشاكل. حاول انك تبتعد عن الاستفزازات لانك انت بحاجة للمهنية العالية والتصرف بمسؤولية اكبر. من جديد بتتفائل الخميس والجمعة تحت تأثيرات القمر من برج القوس، في عنا مثلث فلكي ناري مع الشمس من الأسد، وهيك بيكون عم ترتاح من الهموم والمسؤوليات، بتعتذر، بترجع ترد الأمور لنصابها، بتحاول وبتلاقي تحسن كبير بأعمالك. تعرف لقاء مهم اجتماعي أو عاطفي حار وبتشعر براحة نفسية كبيرة. بتوصل لليوم الأفضل والأكثر حظاً مع وصول القمر للجدي نهار الجمعة، نهار بجنن، بتنقلب الأمور والأوضاع 180 درجة لمصلحتك، بتتطور الأشياء لصالحك وبتكون من الأبراج اللي مرتاحة المسيطرة بشكل أكبر على أعمالها. بس رجاء نحاول أنك تستفيد من الأمور لأنه أجواء ولا أروع من هيك. أجمل الأوقات، نجمك قوي جداً جداً. ألف مبروك للثور. عاطفيا عندك أسبوع مناسب جدا لتعزيز الشعبية والصداقات، مدعوم من تأثيرات الزهرة من برج العذراء الترابي الصديق، وهيك بتكون جذاب ونشيط، وبتشهد حياتك العائلية أحداث مفرحة أو تعارف أو لقاء بتطور بشكل مفاجئ. معنوياتك مرتفعة جدا وطاقتك كتير كبيرة، تقدر توظفها بسبيل التقرب من الحبيب وإعادة الأمور لمجراها الطبيعي.